اما بدر يوم من الايام احنا لواء لواء مثل بقيه الان امر قبل 3 سنوات ابو شو اسمه حسين طالب وجماعه هذا العامري جابوا علي من الحشد 42 دوريه كل ساعات طبوا علي بالجبل الله شاهد حصرتهم منا ومنايا من الحشد مين يقدر يحكي بهم ابو زينب اللام يعني ابو زينب اللام وحصرتهم وطلقات خبز دق بالوحاديات مين يقدر يقبوج زين وهذا العامر دخل ابو مهدي المهندس دخل الدنيا انقلبت رئيس اركان الجيش قالوا سعد طعيس جايين يعتقلون سعد طعيس قلت له ما انت تعتقلون انا حلقي متروس دم انت جاي تعتقلون زين انت تمشي باسم الحشد قلت له ماني حشد انا اسست الحشد بدياله انا 24 اسست لواء 23 اسست بسياراتي وباموالي انا خيري على مراتي حجي يعني انا مو تقول زويت الفارغ ما اقدر اسوي اكون لواء وادع مآليات واسلحه اكون لواء ب 70 72 اليه يقولون عليك اصابه ابي هاي يقول علي اصابه بس سويته وبس بقوتي لو مو بقوتي انا يعني جحشيت من زمان سحقوني من الحشد الدفاع ما عندكم غطاء الان لا عندنا عندنا نشر بالدفاع وبالمشتركه وبالبريه هسه ليش يقول لك احنا عندنا غطاء بس احنا رياضي غطاء مال المقاومه احنا نريد غطاء مال المقاومه اذا المقاومه دعمتنا دعمتنا شيلا حج ولا زين ابو الاء ولا زين الحشد الان سيطر على ابو زينب اللامي عقيده ابو زينب مو يدير حشد مع الاسف والله ولا فالح انت يا ضيد الحشد ولا هذا العامل يدير حشد قال انت تغلط انت كبير فالح غلطه حجي بس مرت انا اللي تفضل ابو حسن طبعا. اللي ببالنا شنو اللي ببالنا احنا نسوي اكبر واقوى قوه بحيث اذا نريد نسوي انقلاب نقدر نسوي انقلاب ناخذها بالقوه